مشاهدينا الكرام مرحبا بكم على سلامتكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، صيامكم في الجنة. كل مرة ليلة من ليالي رمضان بعد الإفطار دائما في حصتكم خيمتي خيمة لاتاي. مرحبا بكامل حاضرين معنا، إن شاء الله كل مرة تقضيوا وقت ممتع وجميل ورائع معنا، سيرت أنتم المشاهدين الكرام اللي وليتوا أوفياء لهذا البرنامج. حاضر معنا مصطفى هيمون المتألق اللي نعرفوه مصطفى غلال. كل شيء خير مصطفى؟ الحمد لله مع رمضان. الحمد لله يا ربي. مصطفى راح نحكيو مع اليوم على بزاف امور، راح تشاركنا في الحوار ان شاء الله، راح تشاركنا في الحوارات اللي راح نحكيوها احنا ثلاثه. عندنا بزاف المواضيع، عندنا بزاف الفقرات اللي راح تكون فيها لابوات ماجيك، راح تكون فيها المهنه، راح يكونوا فيها لي كيسيون. راح نخليك ديريكتومون في ايادي امينه ان شاء الله، خليوك ديريكتومون مع ياسمين. دونك مصطفى غير هك كما نعرفك، مصطفى غير هك عندك 56 سنه ونقدروا نقولوا 30 سنه دو كارير في التلفزيون. في التلفازة نعرفك، بديت انت في التياتر كما بزاف من الفنانين. شكون كان معك في التياتر اللي ولا معروف زعما اليوم من غيرك؟ الفرقة تاعك اللي كنت فيها تيتيو. بون كاين اللي ولا معروفين، كاين بزاف، كاين انا حميد حازيم تاع الامجاد محمد تو كيف كيف قاعد نطلع، كاين اللي قاعدوا معي في الميدان تاع التياتر، واه ما خرجوش من تما، تما وحنا اللي خرجنا. خاطر علاه خرجنا؟ عرفنا باللي ما كانش الشعب تاع التياتر اللي يجي. الاخرين اللي معاك حازم وحميد خرجتهم والاخرين خليتهم هكاك؟ لا ما خرجتهمش. جوستومون عندي سؤال، كاين الناس اللي معاك مصطفى يقولوا باللي كيكون حفل ولا غالا تاع مصطفى لو كاشي تاع مصطفى بوندون 45 دقيقه 75 مليون. وتا في الصيف هذه وفي المشتى؟ ها تاع الصيف ولا تاع المشتى؟ خاص عندي بري تاع الصيف وحده وتاع الشتاء وحده. عندي بري تاع الصيف. شحال تاع الصيف؟ تاع سكر بروفيسيونور. شحال بروفيسيونور؟ اللي نبغي نخدم معاه بنقول له السومه، تاع سكر بروفيسيونور ما يعرفوش الشعب. بصح كاينه منها باللي الحفل 75 مليون. مانيش عارف في الحقيقه 75 مليون. مانيش عارف، غادي نسقسي روحي غادي ان شاء الله نكون مريح، نسقسي روحي ونقول لك شحال. ستا سكر بروفيسيونيل ما نجيبش حاشر مي يروح كل شيء يروح، وانا ما نجموش نهضروا بالسومه تاعنا. نورمال ربي هو اللي يرزق، ماشي ما تقول ولا ما تقولش. لا لا بصح كاع انا خلصت بزاف ولا انا عندي ربي هو اللي يرزقك. هو ربي سبحانه اللي يرزق. بصح بزاف 75. شوف حنا راح نوفولو لك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تجيك بيبليسيتي كيما البيبليسيتي اللي جاتك تاع طراكتور، وقالوا ناديت فيها 275 مليون. مانيش عاقل، خاطر عطوني سون فور رفدت وصاي نسيت. راني شوف مانيش عاقل خويا مصطفى. انا هاد كاروتي راني نرفد ونحط. بصح خويا مصطفى والله خوتي والله راني نضحك والله ما كانش مشكل. بصح راني فرحان بخوتي، خاطر على ديجا هكا كوش زعما صافي بليزير وجوه جديدة كما يقول لك. الله يعافيك. عارفك انت زعما غدار يتفوت تخش. صح معليش وجوه جديدة اليوم. لا لا بصح انا راك خدمها لي انت. لا انا شنو انا فرحان لقيت على ما لقيتش قدام نقول انا دروك لقيت لا جوناس صافي بليزير. ها خويا انا زعما غداز نضار يشوفك، هذا ماشي مداري، هذه اختي ما مشي مداري يشوفها صافي بليزير. ها والله 275 مليون انا المعلومه اللي عطيتها لك تاع التراكتور. هذه ايميسيون ولا لي زامبو؟ ها والله ماني عارف دروك 75 عاود. شوف عندك 75 مليون كاشي في الحفلات وما تعيطش لصحابك يخدموا معاك، و275 مليون تاع تراكتور. 275 سي سي تاع تراكتور. انا نقول لك حاجه، اي ما نقول لك حاجه تاع تراكتور. شفت الكونترا انا كي جابوا لي كونترا ما امنتش، بصح كي شفت الكونترا 275 مليون زاد فيها الغلط. هذيك السومه تاع تراكتور هذيك والله كيما نقول غلطوه، جاي يوروا لك السومه تاع مصطفى، عطاوك عطاوك فاكتور تاع تراكتور قريتها هذيك. والله اللي يدير 240 شحال قلت لي 275 مليون ديت في لابيبليسيتي تاع تراكتور. اما اللي هذا كات كات، هذا كات كات يعني عاقل عليه كيما اليوم بهذه السومه وفاسيليتي. بالك نكون غلط ما بينولوش لا فاكتور تاعي. سؤال؟ عندي سؤال تفضل. لو كان زعما يعيطوا له في يدير بيبليسيتي راش تاع الطوبات. طوبات؟ واه يلا تروح يديروا تصويرتك في فوسمور. درت تاع كلاش هذه الخطره مليحه. كلاش كاع كي دايره ولا؟ والكاشي تاعها شحال؟ ما نقولش هكا، قلت لك انا الكاشي ما نهضرلكش عليه، انا نهضر لك. انا حاب نعرف شحال. ستا سكر بروفيسيونال نهضر لك على السبوت اللي درت تاع كلاش. يبيعوا لي زافريكان ويبيعوا فاهم؟ سبوت غالي هذا. نورمال
وكانت القصه تاعها كان في راسي تمتم غضبتها وقلت هي نورمال كنت غير في كلاش هكا ندير كلاش كلاش 30 حبه منها ما كاش طط 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 عندك فلاش كلاش عندك راه ديريكتومون العلبه هذه كاين براوات في البراوات هذوك يلزم كل مره كاينه عفسه اللي يلزم ديرها اوكي اوكي هاي صح ما تزعفش راحتك يقصر معاك الله نقصر ما يعرف ليش غايه في بالي ما يسكنش انا ولا هاي جبت لي وحده بسم الله صحيت يا الله أولا 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 جميع واحد قلنا له المهنة تاعك لازم تديرها دارها من الضيوف اللي حضروا معنا الآن الدور تاعك راح تلعب بوليسي في فيلم أمريكا ويزم تكتف هنا سرق ديلو لي مونوت والسرق هذا اللي حدير لي مونوت هو فرحة سعدو هاكي غادي ندير لك ولا وين تفضلوا الصواب وين سرقت انا ما سرقتش هو راح يدير له روح على بغيك تاع المهنه دوكا تاع الباطل عندك لي مينوت انا عرفت ما جبتهمش معايا هيا راح هاي تفضلوا تفضلوا هنا تفضل اخويا مصطفى فوالا راح نديروا لاسين تاع مصطفى حكم سرق صحه الله العظيم هاي تفضل كيف الله هو خاين هو سرق هو سرق ويزم يتحطوا لي في الارض ما حوش نفع شنو هذا هذا ها قبل ما يبوش سرقين انا في الارض قول الله يلا طالع طريحة ديجا كنت نحلف فيك الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم على سلامتكم مرة أخرى راكم إن شاء الله تقضي وقت ممتع معنا في خيمتي خيمة ثلاثة كل مرة ألور ياسمين أي سؤال لمصطفى؟ يعني حبيت نعرف عندك دي زونفون دراري عندي هو شحال عندك؟ أتفهموا تفهموا شكون تقول الأول معليش معليش شحال عندك شحال عندك؟ والله عندي سبعة الله يبارك الله يبارك اسكو فوالا واش تقدر تقول لهم اذا حبوا يولوا تانيك فنانين دي زاكتور وحبوا يدخلوا في العالم تاع لو سينما ولا لا تيلي اون بادير واش تقدر توصيهم زعما ماشي يدخلوا هذا درك تشوف كاين كاين الموهبه وكاين اذا كانت ولدي عنده الموهبه بلا ما نقول له انا يدخل وكاع نقول له ما تدخلش يدخل هذا الصوالح هذو ماشي زعما تاع ندخل با تحكم لي لا واش تقدر تعطيهم وصيه زعما وصيه دروك دروك انا غادي ما نجيبش نوري له المسرح وما نجيبش نوري له انا نوري له الناس اللي هرسوا المسرح واللي هرس الموسيقى واللي هرس الموسيقى توري له ثاني الموسيقى لا موسيقى ما خاما غادي نروح على اخر خويا اضرب كوب لا ما شربش لاتي حلف نشوف انا نقول لك انا حالف عليه لاتي ما شربهاش من السهره هنا وما شربتهاش نشرب بلاستيك نضرب شويه شويه ما ماشي حاجه انا حاجه والله غير نحبك انا ثانيك وعميتها انت عميتها صح انا عميتها بزاف على البعيد نورمال الله يرحمك لي نورمال نورمال تقولوا هرس وليدك الموسيقى عبك باللي كان يسمع لو كان يسمع وليده باللي انت فرحة سعد ودرت له كاميرا كاشي مراك سال اسمح لي والله والله لا والله والله استولوا صحة عيدكم صحة رمضانكم والله صحة عيدكم صحة رمضانكم كل عام انتم بخير تعيدوا تزيدوا عقوبة العام الجاي ان شاء الله